تحياتي لك أخ رائد يا وتحياتي لضيفك الكريم الأخ محمد الخالدي يا هلا وتحياتي لكل متابعي قناة الام بي سي عراق. يا هلا. بداية لابد لي أن أعترف أن هناك تفاؤل رائع من مشاهدي الشعب العراقي لهذا المنبر الإعلامي التي أو الذي صاحبت ولادته مع ظروف تاريخية ستكون تاريخية حرجة في حياة العراقيين. وبعدما مل العراقيون بشكل عام من القنوات السياسية والمسيسة والمنابر الإعلامية المسيسة حقيقة وجدوا فسحة في قناة الام بي سي، وأشكركم وأشكر كل من يقف خلف هذا المنبر الإعلامي والذي نتلمس فيه حبه للعراق ولبغداد وأمانته في طرح القضايا والأشياء. إن شاء الله يكون منبر لكل العراقيين.